السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم حل مشكله ايفون غير متوفر. كيف تحل هذه المشكله؟ طبعا سبب هذه المشكله انك انت تحط رمز تسجيل دخول بشكل متكرر، اخطاء بشكل متكرر اكثر من مره، راح اخطاء كلمه مرور تسجيل دخول اكثر من مره راح يعطيك هذا المشكله. كيف تحل هذا المشكله؟ بطريقه جدا سهل عن طريق ويندوز. اول شيء كل ما عليك انك تروح في جوجل، تكتب في جوجل اي بي اس دبليو. اوكي، تكتب IPSW وتكتب رمز السيريال او الموديل نمبر للايفون. كل هاتف في موديل نمبر. طبعا انا شرحت في فيديو سابق 6 طرق لمعرفه موديل نمبر لهي ايفون. ادخل اضغط على كلمه اي في الزاويه، في الفيديو في الزاويه بتحصل كلمه اي، اضغط عليها بتحصل الشرح هناك. روح شوف الفيديو واعرف رمز السريال او الموديل لجهازك. كل هاتف ايفون فيها تحديث، حتى تحل مشكله لازم تحمل التحديث الخاص بالايفون الخاص بك. اوكي، بعد ما تعرف الموديل نمبر وتكتب اي بي اس دبليو واضغط على انتر، وبعدين ادخل على اول رابط وحمل التحديث الخاص بجهازك. نفس ما تشوفون هذا هو التحديث الخاص بجهازي اللي هو ايفون 7 بلس. اوكي، اضغط عليها واضغط على الداونلود. بعد ما تحمل الملف التحديث، هذا هو الملف التحديث، ولازم يكون عندك برنامج ايتونز. حمل ايتونز واحمل من الرابط في الديسكربشن وحمل التحديث مثل ما شرحت. تكتب اي بي اس دبليو وتكتب الموديل نمبر وتحمل التحديث الخاص بايفونك، وافتح برنامج ايتونز. بعد ما تفتح برنامج ايتونز، الحين كل ما عليك انك تروح تطفي الجهاز، تضغط على تطفي الجهاز. اوكي، مثل ما تشوفون راح تطفي الجهاز وتتاكد ان الهاتف مطفي كامله. اوكي، تنتظر ثواني لين ما يطفي. بعد ما يطفي الجهاز، قبل ما توصل الجهاز لازم تمسك زر خفض الصوت. طبعا في الايفونات اللي فيه زر هوم لازم تضغط خفض الصوت، اللي فيها زر هوم لازم تضغط على زر الهوم فقط. حتى ايباد نفس الطريقه، في زر هوم تضغط على هوم، اذا ما في زر هوم تضغط على زر خفض الصوت. اوكي، راح امسك زر خفض الصوت ومباشره احط الكابل الشحن. راح استمر في الضغط خفض الصوت حتى يدخلني الى ريكفري مود، او الوضع اللي راح يعطيك اللابتوب والكابل، يعني يقول لك ان تم توصيل البرنامج بالايفون. اوكي، هني بيعطيك هذا النافذه، اضغط على اغلاق. اوكي، الحين كل ما عليك انك هني عندك ابديت، عندك ريستور، هذا الخيار راح يسوي لك فورمات ويثبت التحديث، اما هذا الخيار بس يسوي لك تحديث بدون ما تفقد اي بيانات، بدون فورمات يعني. اول شيء اضغط على شيفت، يعني امسك شيفت. اوكي، بعد ما تمسك شيفت الحين اضغط على ابديت. حدد ملف اللي موجود على سطح المكتب، اللي التحديث اللي حملته. اوكي، اضغط على اوبن واضغط على ابديت. اوكي، بعد ما تضغط على ابديت انتظر لين ما يتم تثبيت التحديث. طبعا مثل ما تشوفون ظهر لي على ايرور 3194. طبعا انت راح بيكمل، اذا ما كمل جالك نفس الخطا. كل ما عليك انك تضغط على اوكي، تضغط اغلاق ايتونز، تفتح برنامج 3 ايتونز. بعد ما تفتح برنامج 3 ايتونز، اوكي، كل ما عليك انك تحمل التحديث، او هني بتحصل زر فوق استيراد، زر استيراد هني، هذا الاستيراد كلمه استيراد بتحصلها فوق، اضغط عليها وحدد الملف هذا، الملف التحديث. بعد ما تحدد، اوكي، بعد ما تحدد التحديث مثل ما تشوفون، بعد ما تحدد التحديث من سطح المكتب هني، طبعا لو تضغط على هذا ما تفقد البيانات، ولكن اذا ضغطت برمجه هني ما في اصلاح المشكله. انت جرب
اضغط على برمجه وشوف اذا تم تثبيت التحديث، يتم تثبيت التحديث ولا لا. اذا ما ضبط اوكي اختار هذا ما تفقد البيانات، اما هذا الخيار راح يسوي لك ريكفري، راح يسوي فلاش، وراح يصلح جميع المشاكل التحديث اوكي، بس راح ينحذف جميع البيانات. فانا بختار هذا، ما عندي بيانات مهمه فبختار هذا واضغط على البرمجه. الحين احددني اصلاح اي مشكله واضغط على برمجه. اوكي خلاص الحين انتظر لين ما يسوي لك تثبت التحديث الجديد، بس راح تفقد البيانات. الخيار الاول اللي على اليسار هذا الخيار ما راح تفقد البيانات، جربه، اذا ما ضبط احذف البيانات، سوي فلاش الخيار الاخير اللي حددته وراح ينحذف البيانات، راح يصلح جميع المشاكل. طبعا هي تحتاج من 10 دقائق، من 7 دقائق الى 10 دقائق وراح يثبت التحديث. طبعا انا راح بسرع الفيديو لين ما يكمل وبرجع لكم. فيلا اوكي يا شباب، مثل ما تشوفون خلاص رجعت لكم بعد ما تسوى تثبيت التحديث. خلاص الحين هذا ما تحتاج تخرجه، خلاص تم التثبيت. ناس ما تشوفون خلاص جاهز الايفونك، جاهز اضغط على اختار اللغة واختار البلد، اختار اي، كمل باقي الخطوات بالطريقة العادية كأنك انت اشتريت تليفون جديد. وبس هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة، تم حل المشكلة وبس، ولكن بس هذا، ما عندي شيء ثاني.